يحيى بنين يصرح في الانتخابات ولا في الحملة الانتخابية بأعلى صوته مزورة وعبث انتخابي ولا للتزوير وعديد الشعارات، بلاك راك متذكر منها أكثر مني. هاي في الفيديو كلها مزورة وعبث انتخابي ولا للتزوير ومش هكا وكذا وكواليس ولعبة وقذارة و و و و. بعد أيام تحالفات مناصب سياسية وجاهة كراسي صحبة لقاءات ضحكات، بماذا ترد؟ سؤال مهم جدا، خلينا نعاود نقراه. يحيى بنين يصرح في الانتخابات مزورة وعبث انتخابي ولا للتزوير ومش هكا ولا يجوز ويزينا من اللعب وصناديق مزورة إلى غير ذلك. بعد أيام تحالفات مناصب سياسية كراسي زرد لمات قعدات إلى آخره، بماذا تردون؟ من دون فاصل موسيقى. شكرا. أنت في الشطر الثاني من التوضيح قد أجبت عن الشطر الأول. جاوبت على روحك. إيه الشطر الأول من هذا السؤال. مش أسألتنا، أسئلتهم. إيه أجبتها، معلش. أنت الآن وكيل أصحاب الأسئلة. من الجرأة، من الوفاء للناخبين والناخبات، من الأخلاق أن تتكلم عن التزوير، وإلا فأنت شريك في المنصب. ليس سهلا أن تصدع بالباطل إذا كان باطلا، وأن ترفع راية الحق إذا كان حقا، وليس سهلا أن يعني تساند الصواب وتعارض الخطأ في حملة انتخابية، وأنت يعني على مرمى حجر من الجاه والسلطان من أجل خدمة الدين والوطن أو من أجل خدمة نفسك. نعم. كل واحد النوايا نتاعه. فنحن منذ، شوف يحيى بنين، أتذكر جيدا في 1997 كنت شابا صغيرا لم أكن مترشحا. 1995 لم أكن مترشحا، كنت مثل شيخ نحناح كمترشح في الانتخابات الرئاسية في مدرسة ميه الغزالة ببلدية ولعندة، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب. كنت قد عرضت التزوير وقد طردت من المركز في 97 لم أكن مترشحا. عرضت التزوير في منطقة شقامت أمام الدفاع الذاتي والحرس البلدي، هم بالأسلحة وأنا باللسان، وكنت سريط اللسان. كان شعارنا لا للتزوير، وزورت الانتخابات في 97 وزورت في 95. سنظل نناضل ولن نسكت عن التزوير مهما كلفنا ذلك، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ما علمنا أنه ثم خلل أو تزوير أو اعتداء صوت الناخبين سنصدع به. هذه مرحلة نحن فيما يسمى بالمقاومة السياسية، ما يسمى بالتدافع. أنا أتكلم عن التزوير، لا أكره الأشخاص ولكن أكره الفعل، لا أكره سي كمال ولكن أكره فعله. حشاك على كل حال. لا تكره الناس ولكن أكره أفعالهم. كي نتكلم بجيني كره الناس، أنا كره الأفعال، كره الممارسات. يعني إن شاء الله نقصت شوية ولكن في الواد زادت للأسف الشديد. ونكررها للشركاء السياسيين والإدارة والسلطة الأمنية بأن ثمة عبث انتخابي حصل في الانتخابات المحلية السابقة في ولاية الواد، نكررها إلى أن نلقى الله. ما حبنا لولايتنا وحبنا للمجلس الشعبي الولائي وحبنا لبلدياتنا وحبنا لدولتنا وحبنا للسيد رئيس الجمهورية، ومع هذا نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأل. ونحن لا نكره الأشخاص، نكره الأفعال. انطلق من هذه القاعدة، انتهت العملية بما لها وبما عليها. في اعتقادنا أن النتائج التي تحصلنا عليها هي جزء من نصيبنا وليست كل النصيب. العاقل أن تترك ما بقي لك من نصيب، نصيب أخذ بالانتخابات ونصيب أخذ بالتزوير. أنت الآن عاقل في معادلة سياسية، يعني هل يعني جزء سرق منك، خطف منك، جزء بقي لك، هل يعني تضيع ما بقي لك؟ ما بقي لك من أصوات، ما بقي لك من مقاعد، أنت في إطار عام، في إطار رسمي، أنت مع تحالفات سياسية، في تزوير فردي، في تزوير مبرمج، في تزوير ضغط، في لعبة سياسية، في توجهات كبرى، الله أعلم، كل يعني يعمل على شاكلته. خرجت النتائج الرسمية وخرجت النتائج الحقيقية، أنت الآن رئيس حزب سياسي، أو أنت الآن منتخب سياسي، أنت الآن أمام نتائج رسمية نهائية بعد استيفاء
شروط الاحتجاج وبعد الطعن في الهيئة القضائية والإدارية تحصلت على نتائج نهائية. أنت الآن إما أن تعمل بهذه النتائج وإما أن تلزم دهرك. نحن عندنا قاعدة عامة، ما لا يدرك كله لا يترك جله، وعندنا قاعدة أخرى درء المفاسد أولى من جلب المنافع. نحن في مدرسة الوسطية والاعتدال عندما نمارس الآن التحالفات لا نكره الأشخاص، هم الآن شركاء وأحباب، نتبادل المحبة والراحة ونتبادل الأكل، لأننا لا نكره الأشخاص، نكره الأفعال. الأفعال انتهت، سأل الله أن يتوب على الجميع، يتوب علينا وعلى الجميع. نتحالف سياسيا بما أوتينا من قوة تحالف، من قوة مقاعد، من أجل ماذا؟ من أجل السلطان، من أجل الجاه، من أجل الكراسي، لأن ترشحنا لذلك. هذا الكراسي وهذا الجاه وهذا السلطان نسخره خدمة لديننا ولوطننا ولبلديتنا. العلم النافع تسخره للخير، قد تسخر العلم يعني الهلاك. فالانتخابات سلاح ذو حدين، المنصب السياسي، الجاه والسلطان والمال سلاح ذو حدين، إما أن تستعمله في الخير فيزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإما تستخدمه في الشر فتكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاث. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لذلك نطبن إخواننا تحالفاتنا، رأي تحالفات سياسية، محبتنا رأي للجميع، قلوبنا صافية على الجميع. عملية انتخابية انتهت، سأل الله لا نرى شبح التزوير أحياء وميتين في قادم الانتخابات، وأن يعافي ولاية الواد من هذا الشنآن، وأن نكون يعني كتلة واحدة لصالح التنمية في الولاية ليس إلا. ولعن الله الأحزاب إن كان سببا في تفريق هذه الولايات.